لك يا ابو وصلت بسرعه امسكي بسرعه يلا 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 شو عم تساوي هون انت عصام ولا انا كنت عم هديها للطيف ايه رحت لها لبلا طيب ايه حاضر حاضر امسكي حاضر يا ابو عصام نعم يا ابو روح نادي الافريال بسرعه ايه صعي سينا حماتي الله يوقف معها يا رب الله يوقف معها يا هدى نعم جيبي مي سخنه حاضر حاضر مرت عمي يلا يا مرت عمي مش هون الله يلا ليكني ليكني يلا هلا بتلات لطفية وانتي مالك جنبها يلا يا ابو ياسر يا ابو ياسر يا ابو ياسر يلا يا كبير يا ابو ياسر المتدبير يا الله فوتي 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 لعن بنتك شو يا ما طمنيني لك انت شو عم تعمل هون روح على الدكان روح ايه روح على الدكان يلا يلا بسرعه يا رب شو بنا عصام روق شو بنا تاني الولادة صعبة يا معتز صعبة إلا معلوم صعبة الله يعين النسوان على هيك ساعة الحمد لله رب العالمين انه خلقنا رجال الحمد لله الحمد لله شو رأيك خي انت تروح على البيت وترجع تطمننا؟ ايه ايه ليش يلا روح بس شو مشان ابو محمود بدك يا ابو محمود اتركه نايم يلا بس ما اتركه نايم بس دير بالك علي اخي اخي انت وين ابو محمود وين؟ هلا بيكون عم يشوف احلام الارض مزروعة ابي ايه ايه مزبوط لك روم اخي ايه يلا روح يلا يا ابو زين سعاد الصغيره يعني اجاك بنت اخيك ايه اخي وشو بنت بتاخذ العقل روح ان شاء الله بتربى بعزك ودلالك الله يسلمك يا معتز وسميتها سعاد على اسم امها لك على اسم حماتي ان شاء الله بتشوفها عروس لك اخي الله يفرحني بشبابك يا معتز لك في عمي ابو محمود في في والله عمي ابو محمود اجا بنت ان شاء الله الف مبروك الله يبارك فيك عمي راح اكمل الحلقه لما استناك ليجيك الصبي سيد عصام لا راح اكمل لك الحلقه وعلى حسابي كمان عمي ابو محمود لا ما بدي من نيتك اخي بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله الف مبروك يا لطفيه الله يبارك فيك كيف ردوشه سعاد خانم مالها زعلانه سبحان الله